خلونا نروح بقى نشوف حالة الجو النهاردة إيه من توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية اللي هم بيتوقعوا النهاردة يشهد استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة زي ما قلنا، يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وكمان في الصباح الباكر. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة صباح الفل عليكي، إيه أخبار الجو النهاردة؟ صباح الفل على حضرتك أستاذ رجائي، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. احنا طبعا مكملين في الاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، أجواء خريفية بامتياز في معظم المحافظات، فترات النهار وفترات الليل مع قيم درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة، واللي متوقع فيها اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 31 درجة مئوية، بسبب أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادم من على البحر المتوسط، كتل هوائية شمالية، بالإضافة كمان وجود السحب المنخفضة والمتوسطة نتيجة وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بتعمل على حجب جزء من أشعة الشمس، فده بيساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة والأجواء الخريفية. بالإضافة كمان بدأنا نحس بانخفاض نسب الرطوبة، خلاص ما بقاش في نسب رطوبة محسوسة في الجو تخلي قيم درجات الحرارة مرتفعة، فبالتالي أجواء فترة النهار بتكون الأجواء ما بين المائلة للحرارة للحرة في معظم محافظات الجمهورية، لأن معظم المحافظات قيم درجات الحرارة فيها حول المعدلات، بنلاقيها في محافظات الصعيد ما بين 35 ل 36 درجة مئوية، ودي في المحافظات الجنوبية. بنيجي على فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس، أكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، أجواء معتدلة تماما خلال فترات الليل وخاصة فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، قيمة درجة الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 21 ل 22 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، لكن المدن الجديدة والأماكن المفتوحة بدأت كمان تحس ببعض البرودة في فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، وأصبح في فرق في قيم درجات الحرارة بين فترة النهار وفترات الليل، خاصة كمان أنه متوقع يكون في نشاط للرياح في فترات المساء وساعات الليل، سرعات رياح ما بين 30 ل 35 كيلومتر على الساعة، بنحس بيه أكثر في فترات المساء، ده بيساعد أكثر إن احنا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة، ويساعد إن احنا نحس أكثر بالأجواء المعتدلة فترات الليل. الظاهرة الجوية المؤثرة دايما في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية هي الشبورة المائية، شبورة مائية بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية في بعض الأماكن، واللي ممكن تكون كثيفة كمان في بعض الأماكن خاصة يعني اليوم وغدا في الأماكن الشرقية، يعني في مدن القناة سواحلنا الشمالية الشرقية شرق القاهرة الكبرى، شبورة مائية كثيفة يعني بتخلي الرؤية الأفقية تنخفض بشكل كبير على الطرق، لكن هي سرعان ما بتختفي وبتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا من الساعة 8 صباحا الشبورة المائية بتبدأ تختفي، الرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. يمكن كمان الحمد لله عندنا اعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ارتفاع أمواج لا يتجاوز 2 متر، البحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، وكمان الأحوال الجوية دي مكملة معانا على مدار هذا الأسبوع بإذن الله، واللي متوقع فيها العظمى على القاهرة الكبرى هتكون ما بين 31-32 درجة مئوية، مش هنلاحظ أي ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة. اللي مفروض نخلي بالنا منه خلال الأيام اللي جاية وده مهم جدا هي نوعية الملابس، لو بنخرج في فترات الصباح الباكر أو بنرجع من أشغالنا فترات الليل المتأخر يفضل تكون الملابس الخريفية أو الصحاب جاكيت خفيف واحنا خارجين في الأوقات دي لو حسينا بانخفاض قيم درجات الحرارة، لأن احنا لسه بنقول في فرق قيم درجات الحرارة والفرق ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد مع الملابس الصيفية. القيادة كمان لازم تكون بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع وجود الشبورة المائية، وخاصة زي ما قلنا في المناطق الشرقية، وكمان لازم نتابع نشرات الجوية لأن الخريف دايما ممكن يحصل فيه بالتأكيد تقلبات جوية حادة في السنة. بالتأكيد دكتور منار، حضرتك ذكرت يعني أن الفترة الجاية مش هيكون فيها تقلبات كتيرة في درجات الحرارة، احنا في فصول زي مثلا فصل الخريف لما بيبقى مثلا ما بين صيف وشتاء طبيعة الفصول دي يعني بيبقى فيها تقلبات في درجات الحرارة، عم بس بأكد للمشاهدين أن الفترة اللي جاية أو الأسبوع اللي جاي على الأقل مش هيكون في تقلبات في درجات الحرارة أو درجات الحرارة مش هتشهد ارتفاع مرة تانية. أنا فاهم صح؟
بالفعل يعني احنا على مدار هذا الاسبوع مش هنشهد ارتفاعات ملحوظه، يعني قيمه درجه الحراره اعلى قيمه هنوصلها تكون 32 درجه مئويه باذن الله عظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار، لكن التقلب او الاختلاف هنلاقيه بين فتره النهار وفتره الليل، هنلاقي دايما فترات النهار فيها دفء بشكل كبير، فترات الليل هي اللي فيها البروده، فالبروده مكمله معانا، فعشان كده احنا بنقول هنلاقي اختلاف في اليوم الواحد بين النهار والليل، فده لازم بس نخلي بالنا منه، لكن على مدار الاسبوع كله ما بين يوم للتاني مش هنلاقي اختلاف كبير غير بس في قيم درجات حراره لا 32 او 31، مفيش اي ارتفاعات ملحوظه ان شاء الله في قيم درجات الحراره بعد منتصف الاسبوع، وان وجد فرص امطار خفيفه على بعض الاماكن الساحليه فهتكون غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، وكمان لسه القرارات الجويه يعني مش ثابته على وجود الامطار، فبالتالي احنا بنقول استقرار في الاحوال الجويه على مدار هذا الاسبوع باذن الله. بشكل عام دكتوره يعني بيقال نظرا طبعا ل الاختلاف في درجات الحرارة والتغير الحراري بشكل عام، يعني ان فصل الشتاء القادم هيكون فصل يعني شديد البرودة، الكلام ده الى اي مدى دقيق؟ هو طبعا الكلام ده غير صحيح تماما، لان احنا يعني فصل الخريف لسه، احنا في الخريف لسه قدامنا 3 شهور على ما نبدا فصل الشتاء، كمان التنبؤات الفصلية في ظل الثغرات المناخية دقتها لا تتجاوز 10 أو 15%، فبالتالي عشان نعمل تنبؤ لفصل الشتاء فدقة التنبؤ بتكون يعني ضعيفة جدا، فبالتالي الكلام ده غير علمي وغير صحيح، وبتصدر عن ناس غير متخصصة في علم الأرصاد الجوية، لأن احنا دايما بنقول إن لازم عشان التنبؤ يبقى صحيح لازم الدقة بتاعته تبقى عالية، فبالتالي لما هنقرب من فصل الشتاء نقدر نقول التنبؤات لفصل الشتاء، رغم إن احنا عارفين إن فصل الشتاء هو فصل انخفاض في قيم درجات الحرارة، عادي بيحصل فيه موجات انخفاض في قيم درجات الحرارة بتتساقط السلوك في بعض الأماكن عندنا متعودين على المناطق الجبلية في سانت كاترين أو وسط سينا، فبالتالي دي طبيعه فصل الشتاء، وكل سنه بنسمع الاشاعه دي، يعني احنا كل سنه بنسمع المقوله دي ان الشتاء اللي جاي هيكون هو ابرد شتاء او اقصى شتاء، والكلام ده بيكون غير صحيح تماما. شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، نبداها بالقاهره العظمى فيها هتكون 31، الصغرى فيها 22، العاصمه الاداريه العظمى فيها 31، الصغرى فيها 22، الإسكندرية العظمى فيها 28، الصغرى فيها 20، العلمين الجديدة العظمى فيها 27، الصغرى فيها 19، مطروح العظمى فيها 28، الصغرى فيها 19، دمياط العظمى فيها هتكون 28، الصغرى فيها 22، بورسعيد العظمى فيها 28 والصغرى 23، الإسماعيلية العظمى فيها 31، الصغرى هتكون 20، السويس العظمى فيها هتكون 31، الصغرى فيها 21، العريش العظمى فيها 29، الصغرى فيها 18، كاترين العظمى فيها 29، الصغرى فيها 12، طابة العظمى فيها 23 هي هتكون الصغرى، أما العظمى هتكون 31، حلايب العظمى فيها 32، الصغرى فيها 25، شلاتين 35 هي العظمى، أما الصغرى 26، شرم الشيخ العظمى فيها 34، الصغرى فيها 24، الغردقة العظمى فيها 34 والصغرى فيها هتكون 24، أما الفيوم العظمى فيها 32، الصغرى 20، بني سويف 32، 20، الوادي الجديد العظمى فيها 35، الصغرى فيها 21، أسيوط العظمى فيها 32، الصغرى فيها 19، سوهاج العظمى فيها 33 والصغرى فيها 22، أما قنا العظمى فيها 36 والصغرى فيها 23، الأقصر العظمى فيها 36، الصغرى فيها 22، أسوان العظمى فيها 37 والصغرى فيها 23.